تركض، لا تركض حيدا. ابقى ابقى لا تركض، ابقى ابقى لا تركض. لك ابقى. بنروح بالدم نفديك يا عراق. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم انطلقت تظاهرات كبيرة في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، حيث تأتي هذه التظاهرات بعد دعوات أطلقها ناشطون ومتظاهرون لجعل اليوم 25 من آيار يوما لإعادة ثورة تشرين وللمطالبة بإسقاط النظام المحاصص الحزبية والطائفية والفساد والقتل والاغتيال. وصلوا في تظاهرات بغداد، واصل التوافد إلى ساحتي التحرير والنسور قادمين من محافظات وسط وجنوبي العراق، وذلك لإطلاق تظاهرة 25 من آيار التي ترفع مطلب كشف ومحاكمة قتلة المتظاهرين والناشطين منذ انطلاق ثورة تشرين عام 2019. رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب، إشارة إلى عشرات الاغتيالات وآلاف حالات القتل والإصابة والتي أفلت مرتكبوها من العقاب. كما رفع المتظاهرون لافتات باللغتين الإنجليزية والعربية مطالبين بكشف المتورطين بالاغتيالات وقتل المتظاهرين. هذا وقامت القوات الأمنية بإغلاق عدد من الجسور والطرق الرئيسية في بغداد. طبعا استشهد متظاهر وأصيب 5 آخرون من جراء إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل الدخانية على المتظاهرين بشكل مباشر في ساحة التحرير وسط بغداد. وذكرت مصادر صحفية بأن القوات الأمنية حاولت حصر وجود المتظاهرين في حديقة الأمة التي تتوسط منطقة الباب الشرقي، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك. أشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية قامت بإطلاق القنابل الصوتية والدخانية، كما قامت بتفريق المتظاهرين القادمين من جهة ساحة الطيران نحو ساحة التحرير. وأشارت إلى مشيرة إلى أن يعني قسم من المتظاهرين يعني قاموا برشق عناصر الشغب بالحجارة ووقوع عمليات كر وفر بين الطرفين، وكانت تعزيزات أمنية قد وصلت إلى ساحل التحرير، فيما قامت تلك القوات بتطويق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى جسر الجمهورية والمطعم التركي وساحة التحرير. خلونا نشوف مقطع فيديو لسقوط شهيد في تظاهرات اليوم في ساحة التحرير في العاصمة بغداد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله. شهيد الثاني، شهيد محمد المياحي، أول شهيد يسقط في تظاهرات 25 من آيار هذا اليوم. نسأل الله عز وجل له الرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يحفظ جميع المتظاهرين في العراق. معنا اتصال علي من الموصل، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. هذا أول بداية، أول بداية، أول بداية، هذا أول ما علق أمر فوج أو أمر لواء، أول ما أول بداية علق أمر فوج الصحف المرفوعة والمتظاهر. اول وحده عشان بنفتح حتى تطير لهم حفره، هذول مندفعين من ذول السياسيين، هذول عندي خدمه لكم على الانتخابات والله عيب. اول وحده الشيخ الكاظمي لو كان قال انتم رافضكم الشعب كان قلت المفروض صورهم اللي سوت منهم بس هذول كم يحطوا في الانتخابات، هذول كنتوا نهار الشباب، هذول هذول حسابهم عروبه وكلام، يعني يا ميمة تدلهم 5-6-10-100-200 هذا الناس بعثهم فلوس النفط وفلوس السجنة كل رأس
عندكم عزبالة من اليوم قبل باكر. أكيد اليوم عندكم يا هنا. ترى ما ماكل اليوم باكر ما يلولون والله. والله ما يلولون والله. بلعن أبوه قبيران. كما لا. علي من الموصل كان معنا، معنا كرار من الناصرية؟ كرار؟ انقطع مع كرار. أحمد من كركوك، أحمد كيف ترى حالات القمع بحق المتظاهرين السلميين، بحق التظاهرات التي خرجت اليوم في تظاهرات سلمية في بغداد؟ طبعا في المحافظات الأخرى كذلك خرجت تظاهرات كبيرة. أحمد تسمعني؟ تفضل تفضل أحمد. أحمد تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع أحمد من كركوك. طبعا أظهرت لقطات مصورة اعتداء قوات مكافحة الشغب بالضرب على المتظاهرين، من بينهم امرأة في ساحة التحرير في العاصمة بغداد. إذا جاهز المقطع ناخذه من النشرة، ناخذه ناخذ المقطع. جرحنا بآلامنا برعوبنا بخوفنا احنا هنا. اللي يريد الحقوق يريد لها حلوق، واللي عنده صوت خلي يجي هنا يقوله. لا يكتفي ليش انتو ليش انتو ليش انتو ليش مو انت؟ تعال انت نادي باللي تريد، اشوف انت ايش عندك. ليش تعتمد على الاخرين ان يطالبون بحقوقك؟ ليش هاي الشباب مكفله بانه تدافع عن 40 مليون عراقي ساكت؟ اللي يريد خلي يجي، واللي يريد يحكي، وما له صوت ما له وجود، وجودك هنا. تعال احنا منتظرك. معنا اتصال ابو حيدر من كربلاء. تفضل ابو حيدر. حياكم الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك، تفضل. اليوم اللي صار بساعه التحرير، نعم، من بعد الاربع العصر حقيقه، لو استثمروا كل هذا الجهد الامني اللي حاولوا قمع المتظاهرين وبالتالي استشهاد ثلاثة من خيرة شبابنا، لو استثمروا كل هذا المكان قدروا يلقون القبض على المتظاهرين. واحد اثنين، لو كل هذا الجهد اللي شفناه اليوم استثمروا للإصلاح أو لترفيه الشعب أو لتحقيق مطالب الشعب أو لمكافحة الفساد اللي يدعون هم الإصلاح فيها، لكان نجحوا نجاح باهر. تدري انت الركض، المشاهد يعرف المسافة من التحرير لمحمد القاسم ونزولا على معارض النهضة، هذه كلها ركض قوات شغب تركض وراء المتظاهرين ورمي رصاص حي. نعم الكبير، يعني المتظاهر اللي يوصل لقراج النهضة ورصاص حي وراه جدك وناس وقعت الجد هذا. طبعا الجرح حدث ولا حرج، ما عندنا احصائيه لان تورد متاهين اللي في جراجات النهضه اللي بالتاوين اللي بالخلاني، ما نعرف شنو الوضعيه. ساحه التحرير هجوم وداعتك فولاك والتتر من غزه وبغداد ما سووا هذه اللي سووا اليوم. ابو حيدر معك، شنو الفرق بين 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 حكومة الكاظمي وعادل عبد المهدي في قمع المتظاهرين؟ هاي احنا بعدنا بأول يوم. أبسط وصف له وجهان لعملة واحدة. نفس الشيء. ما أكفر. كلاهما يقبع.
بالمناسبه اليوم اللي استلمناه من اخواننا المتعاونين ويانا بداخل الاجهزه الامنيه انه اللي قمع العصائب اليوم. اللي اطلقت العصائب. ما كبير ما رقمه على اساس اخواننا اللي صفي الكل يحسون نفس الموضوع. هذا واحد اثنين اني احد ما اقدر اسمي اسماء لان انا حلاوه. احد اللي انه قادة المظاهرات يقول اخذت لكم موافقات اصوليه، يا اكو ثوره تاخذ منها موافقات؟ اكو واحد رافع الشعار يريد اسقاط شعار الشعب يريد اسقاط النظام ويريد موافقه من النظام على اسقاط النظام. يعني ما ادري هذا التناقض اللي قاعد يقع فيه بعض الناشطين، هل هو غرور قله ما ادري قله خبره ما اعرف والله. ناس يعتبرون ارواحهم هم الصف الاول، بس يعني اريد اسميني متظاهر، بس ناس يعتبرون ارواحهم هم الصف الاول وهم الكذا وهم الكذا. اليوم شفتون واحد من النسور واحد من الفرق. نعم. بعدين واحد طلع التحرير، بعدين رفض المتظاهرين هاي العمل مالتهم واتجهنا كل احنا الى التحرير، رفضنا هاي الزعامات اللي يا زعاماتكم ما انتجت شيء يا اخواننا الاعزاء. حاليا احنا اتفقنا مع الشباب بان نتنظم بدون روح الزعامه هاي اللي طفت على السطح، كلها راح نحذفها وداعتك. بعد شهداء اليوم ماكو زعيم عليه، ما حد يمثلني، انا والثوار اللي يمي الجروب مالتي اسوي جروب وذاك يسوي جروب وذاك يسوي جروب وخلص. ونشتغل طريقه ثانيه، ماكو هاي الطريقه اذا شفناها وصل حدها عندها طرق اخرى لممارسه نشاطنا الاحتجاجي بنفس الوقت انتزاع الحقوق، ما اقول ناخذ الحقوق، انتزاع الحقوق. نعم. عندك شيء تضيفه ابو حيدر؟ تريد توجه رساله معينه؟ اكو عتب، اكو عتب. على كثير من الاشقاء العرب وغيرهم. نعم. يا اخي مخلينا في خانه مع ايران. احنا مع ايران. زين احنا نقدر كل هاي الناس اللي تاخذ رواتب ضخمه من ايران وغيره ما قدروا يردون يد العون عندنا. نعم. زين اذا انت تيجي تقول انا عربي وانا اقول لك انا عربي. نعم. ايش اكو راسك عني يا اخي؟ ايش اكو مبتعد عني؟ يعني انت تخلي الفارسي الفارسي مجند الناس علي ويضرب دونكيات براسي والعتاب الحي علي وانت قاعد تتفرج تودي لي بيان استنكار. ما هذا مقبول. نعم. انا اشكرك ابو حيدر من كربلاء. كان معنا علي من اربيل، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يسلمك، تفضل. أناسب كل الشعب العراقي، أناسب كل الرئيس العسكري، أناسب كل الشرفاء الزيانيين، أناسب كل الشعب العراقي يوم 1/6 كلهم تحضرون بساحة بغداد ساحة التحرير. أقول للكاظمي أنت جيت على الحكم سويت شيء وين المواد الغذائية؟ وين صار؟ مواد غذائية وين؟ الشعب كله فطر من الجوع، اليوم كم واحد شهيد بساحه التحرير؟ انت شو سويت؟ اناشد كل الشعب العراقي من الجنوب الى الشمال يوم 1/6 نحضر بساحه التحرير. اقول لكل هذا المنتسبين للشرفاء لا تاذون شعبكم، لا احنا ابنائكم، احنا ولدكم، لا تاذون اي واحد. يوم 6 ان شاء الله بعون الله احنا نحضر بساحه تحرير بغداد. الله وياكم، مع السلامه. علي من اربيل كان معنا. احمد من كركوك يعاود الاتصال، تفضل احمد. احمد تسمعني؟ احمد انقطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. اولا تحياتي لك استاذ. اهلا وسهلا بك. الكرامه والكادر يا هلا بك.
استاذ يعني هاي اول شهيد انا اول مره يعني الرحمة على هذا الشهيد اللي سقط في المظاهره. امين يا رب. يعني هذا استاذ يعني سببها يعني ما راح اقول لك فلان وفلان لا. يعني بس انا قبل 2003 منو كان يعرف هاي الميليشيات؟ عمي هذول اجنده خارجيه يردون يدمرون البلد والله العظيم. ايران وراهم لان شافوا الوضع صار لهم عمي بعد 2003 يعني بعد ابو عداي الله يرحمه ليش من كان موجود هذول ما يقدرون يتنفسون؟ وين كانوا؟ منو من هذول الكثارة كان يقدر يشتري؟ ليش؟ لان يعرفهم وسبقوا ووضح وقال ايران لديها اطماع توسعيه وقفوا يمحدهم يعني عمي ما اعطاهم مجال والله العظيم. كل هذا القمع باخوتنا المتظاهرين والاختطاف سبب ايران والله العظيم. اذا بغت هاي الاحزاب بالعراق من ناس سنتين راح يقولون كان اكو عراق والله العظيم. من راح ابو عداي راح العراق. والسلام عليكم ورحمه الله. احمد من كركوك انا معنا. كرار من الناصريه تفضل. كرار. نعم استاذ. اولا اهلا وسهلا بك قناه جمهور. حياك الله. الفضائيه. يا اهلا بك. اولا احب اعزي نفسي واحب اعزي الشعب العراقي. الحكومة الكاظمي للأسف ما جاي تفهم بأن والأحزاب القمعية ما جاي تفهم بأن حكومة عادل عبد المهدي واجهت الثوار وواجهت المتظاهرين بالرصاص الحي، فكان شنو نتيجة؟ فكان إسقاط حكومة عادل عبد المهدي. فيا سيدي الكاظمي إذا راح تواجه افهموا الأحزاب الحاكمة بالسلطة، افهموا المصدرين القرار، افهموا بأن أي حكومة تواجه الشعب بالرصاص الحي وتواجهه بالقنابل المسيلة راح يكون مصيرها إلى المزبلة، راح تكون مصيرها إلى وعلى الشعب ان يفهم الشعب راح يسوي تظاهرات حاشده او راح بعد تظاهرات هاي سوها بدت تشرين الثاني راح اسميها تشرين الثاني مثل ما نصفت من تظاهرات بغداد هم راح بالبصره وبالناصريه وكل المحافظات الشهيد اياد الوزني وصى على ان تكون تظاهرات موحده في بغداد واحنا جينا الى بغداد وكل المحافظات جت الى بغداد وراح نسحب الى الصيان المدني وراح نشوف الشارع العراقي بعد لا ودعينا لمقاطعه الانتخابات كان القاطع في الانتخابات مشروع وطني وعلى جميع الشرفاء العراقيين لا ينتخبوا الوجوه الفاسده نفسها يدورون الى نفس الوجوه الثانيه. نعم. يعني آلة القمع التي استخدمت اليوم واحنا في اول يوم من 25 ايار سقط شهيد و20 جريح وتدري انت آلة التخوين بحق المتظاهرين وبحق الناشطين مستمرة من قبل السياسيين ومن قبل أذرع الميليشيات، لم يختلف شيء عن ما جرى في حكومة عادل عبد المهدي. نعم سيدي العزيز سيدي العزيز سيدي المحترم، كل حكومة تواجه شعبها وتواجه متظاهرين وتواجه ثوارها بالقمع. نعم. وبنفس آلية اللي واجهت عادل عبد المهدي بالقناص وبالكواتم واي فرق، شنو كان مصير عادل عبد المهدي؟ كان الى نسبة التاريخ وكان النعل عليه من قبل الشعب العراقي. فيا حكومة الكاظمي انت اجيتي حكومة جديدة، إذا ما راح توفرين وتطلعين قتلة المتظاهرين خلال مدة مثل ما راح الشهيد إيهاب الوزني الله يرحمه وراح الشهداء عن بعد، إذا ما قدمتوا القتلة للعدالة راح تكون مظاهرات وراح إذا راح تظل تقاومون في هاي الإشكالية اللي هي تقمعون المتظاهرين وتقمعون الثوار. يعني ايش قد تعطي نسبة مثلا كرار، ايش قد تعطي نسبة أنه يعني بعد كل هذا الوقت أنه ممكن أنه حكومة الكاظمي أو غيرها من السياسيين انه يكشفون عن قتله المتظاهرين، معقوله يعني؟ قادرين على الكشف؟ ايش قد تعطي نسبه؟ اذا ما راحوا كشفوا اليوم الاحزاب قاطعت، الاحزاب الناشئه والاحزاب الجديده التشرينيه قاطعت الانتخابات، راح شنو؟ راح تسحب الى الاحتجاج، اذا احتجوا راح تصير في الشارع بلبله، اذا راح تصير راح تطيح حكومه الكاظم، راح حتى ما اذا ما شف اذا ما يعرضوا عن قتله، هو الشعب شنو يريد؟ تقول وارض القتله المتظاهرين راح تصفش القضيه كلها، اذا ما راح تطلع القتله وراح تظل التسويف مماطله من قبل الحكومه المسيطره على السلطه راح تكون راح يصير اتجاه الشارع والشارع حاليا منتهي، راح شو تصير؟ راح تصير راح يدور الى تصعيد سلمي وراح تصير التصعيد به قتل وراح يحتكون القوات الامنيه وراح تصير منشب من القوات الامنيه وراح تصير من الثوار فراح الطرف راح يتاذى، فيا الحكومه هو اكيد الحكومه ما راح تكشف بس احنا اذا ما راح تكشف احنا عندنا اساليب نخليها تستقيل، اذا حكومه ما تقدر حكومه تجي غيرها، احنا مثل ما تدري انت اغلب الشعارات التي رفعت اليوم او التي رفعت في تشرين هي اسقاط هذه المنظومه، منظومه المحاصصه، منظومه الفساد.
يعني لا يعول لا. عليها لا. بعد 18 سنة أنه راح يقدموا لك قتلة المتظاهرين وأنت من تحسبها تجي تحسبها هم متورطين. يعني من عادل عبد المهدي كان في الحكومة لما سلم الحكومة إلى مصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي شكره وقال أنت قدمت إنجازات كبيرة، فكيف يعول على هؤلاء أنه يقدموا قتلة المتظاهرين؟ إذا ما راح تقدم يا سيدي الفاضل، إذا ما راح تقدم القتلة راح تطلع عليك الشعب العراقي. نعم. إذا مثل ما قال عبد المهدي عليه اللعنة من قبل الشعب العراقي ومطرود وقال وحكومة استقالة، راح تجي حكومة راح تقيل الكاظمي. إذا راح تظل التسويق في المماطلة وراح تظل القتل في حقه، بعد الشعب ما راح يصير أكيد. ما أنتم شفتوا طاح شهيد طلعت ويامية، طاح شهيد ثاني طلعت ويامية. يعني إذا متى راح تستمر؟ يعني أنتم يا الأحزاب الحاكمة أنتم مو أنتم جربتوا 91 طلعتوا على صدام حسين، ومش اللي صار ثاني صدام حسين؟ نسيتوا هسه إحنا هسه تشرينين هم طلعنا عليكم. يعني كل وبداية احتجاج انهاء الحكم، يعني راح تاخذ الاحتمال راح ياخذ لسه نسيت يعني ايضا، وراح يشيل ظلم منا ومن اكيد راح تسقط. مثل ما ال 91 هم طلعوا جماعه تحزب الدعوه وغيرهم، مثل ما طلعوا ب 91 سووها ثوره فعلوا غلط. هسه احنا تشرينين طلعنا بثوره، يعني تخلخل النظام وتخلخل النظام والسلطه والاحزاب فيما بعد. وان شاء الله احنا متامنين كل الامور باسقاط المنظومه السياسيه باتت على مقربه من امرنا، وان شاء الله تيجي حكومه شريفه تطلع مثل التظاهرين تطلع حق المتظاهرين. نعم. والا خلاف ذاك الشعب بعد ما راح يسكت، راح يروح تجي له عصيان مدني، الدوائر الدوله راح تنسد تنقلق، راح يجي احتمال نقابات الفنانين ونقابات العاملين راح تتفق بالتظاهرات وراح تتفق بالتشرين، راح تصير بالبلد فوضى وبالبلد اذا ما راح يكشفون القتل. انا اشكرك كرار من النصريه، كان معنا ابو تحسين من كربلاء. تفضل ابو تحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حياكم الله. يا اهلا بكم. ان شاء الله يسلمك. انطلاقا من هذه الايه المباركه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم. وما لكم من دون الله من اولياء. صدق الله العلي العظيم. طبعا من واجبنا هي مناسبه لابناء الشعب العراقي خصوصا، يعني احنا بالمحافظات الوسطى، المحافظات الجنوبيه، يعني هي تئن تحت الخراب والدمار يعني حقيقه. نعم. يعني بس يعني اناشدهم بالضمير الحي الشعب العراقي، يعني للاسف الشديد يعني اليوم طلعوا ما يعني لسه يعني هي صحيح هي عاليه كثيره يعني الاعداد، ولكن هي ليست تعبير يعني عن كل اهالي الوسط والجنوب. هسه احنا نقول الباب يعني الشعب هو ينقسم الى فئات، قسم منتفعين، قسم يعني تخوف، قسم يعني تحت التهديد، قسم يعني يائس. لكن احنا نقول لا يائس يعني حقيقه. احنا نشوف يعني كثير من الثورات هي سنوات، يعني سنوات هي دامت يلا بعدين صار التغيير. واحنا يعني حقيقه امام خطر يعني يعني الاحزاب، احزاب كلها متعاونه. انت شلون مقتدى صدر قدام الموت هو على اساس انك المتظاهرين كل ما يعني تطلع مظاهره هو يركب الموجه، وايضا بعد حادثه المطار اتفاق ويا الايران بانه الورقه الاخيره للاحزاب الصادقه اللي قد حاولوا بانه يوقفون المظاهرات بشكل وثائقي حتى بالمواجهه عدوا لقوا المقتدى قدر الورقه الاخيره حتى ينهي المظاهرات، لكن المظاهرات ما انتهت ابدا. صحيح ضعف يعني في وقت معين، يعني تشوفون انتم يعني احداث فلسطين كل تفضل لها، يعني مع الاحتجاج في القدس يعني مبدانا حقيقه نحن ننطلق من يعني المبدا الفلسطيني مبدا تحرير القدس يعني. ولكن شوف الانزواجيه يعني المعامله ليست بالمثل يعني. يعني انا من اتعاطف ويا الشعب الفلسطيني اللي هو تاج راسي يعني حقيقه، ولكن يعني الاجر بان اوقف ويا ابناء شعبي، ابناء شعبي يقتلون. يعني حتى اليهود ما سووا مثل ما سووا الاحزاب الايرانيه الفاسده من سرقات، من قتل، من يعني حقيقه ابشع انواع الجرائم. اليهودي ما غير بالسجون، اليهودي ما يقتل يعني هذه الاعداد شاهدناها 800 شهيد وغيرها يعني للمعتقلات. حتى لو فيهم خير سيارة صدري يعني قد يطلعون أبنائهم يسجون، يعني لو هو يعني دولة يعني مدينة الصدر، مدينة الاحتجاج
الدينيه يعني هاي هاي مدن منكوبه، مدن يعني منكوبه يعني بس اريد اعرف اخاطبهم بضمير الحي، يعني الى متى انتم تهتفون؟ الى متى انتم يعني تهتفون لمقتدى الصدر الذي انكشف النقاب عنه؟ يعني وعرفنا يعني ولاء بجهه ايرانيه، وعرفنا شلون هو يركب الموجه ويدعي الاصلاح. بس يعني اخاطبهم بالعقول يعني خصوصا عموم الشيعه، يعني كافي كافي ذله كافي مهانه، ليش وقت التفخيص؟ بس اريد اعرف يعني ليش وقت هذا التفخيص؟ يعني ابنائنا يعني للاسف حتى بالتعليقات يتجاوزون، يعني انتم اخوتنا هن يعني اقاربنا، يعني كافي التراشق هذا، يعني يا اما منتفعين يا اما صبيهم يتاثرون بالجو الاعلامي، يعني حتى رب العالمين يقول وعزني في الخطاب، يعني اخذني بكلامه، يعني انتم شايفين مطلعين على هاي الحادثه بين داوود واللي النبي داوود عليه السلام اللي قال لي 99 نعجه، قال له اخذني بكلامه، فالسياسي ياخذك بكلامه، يعني ايضا عنده ادواته الاعلاميه اللي يخدع الناس. لقد ظلمك يعني بقوله كثير، حتى هم اشتروا القنوات الفضائيه. نعم. ليش وقت احنا ساكتين؟ بس اريد اعرف يعني. الله يسلمك ابو تحسين ويحفظكم يا رب. كان معنا من كربلاء محمد من كربلاء، تفضل محمد. محمد من كربلاء ما زال معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. هناك تقارير تتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى، وصلوا الى 20. نعم حبيبي استاذ. نعم، يعني آلة القمع بحق المتظاهرين السلميين. احنا من نشوف هذه الاعداد، اعداد قوات ما تسمى مكافحه الشغب او القوات الامنيه اللي نزلت بالشوارع واستخدامها للرصاص الحي والقنابل، يعني شيء مؤلم. استمرار اله القمع الحكوميه بقتل وملاحقه المتظاهرين السلميين. تحيه خاصه لكم ولقناه الرافدين البطله ومشاهديكم الكرام. الله يسلمك. الله يخليك اخوي استاذ عمر. بالنسبه ان احنا مستمرين بالمظاهرات. نعم. اليوم 25 وال1 6 مستمرين، وكل جمعه راح نستمع لحد ما نكنسهم كنس. شو العقل هذول كلهم ما ريتهم؟ لان ما عنده غيره على شعبه وبلده، ما عنده غيره على نفسه. زين احنا ما ريتهم، خلي يطلعون، خلي يطلعون كلهم ما ريتهم. نعم. كلهم الموجودين ما ريتهم احنا. هاي واحد. اثنين، ترجع لمكافحة الشغب، يعني بساحة النسور منتشرين، وبساحة الطيران، وبساحة التحرير، وفوق الأبنية وفوق الأسطح منتشرين كثافة. زين، واليوم راح شهيد ويمكن 10 أو 8 جرحى. زين، بس احنا نستمر حتى لا نقتل، نستمر لأن احنا عندنا غيرة على بلدنا ووطننا. زين، والله يحفظ ثوار المتظاهرين، والله ينصرهم، والرحمة والغفران للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى. آمين يا رب. يعني استاذ عمر، تتوقع انت يعني بمكافحة الشغب لما يضرب هذا الدخانية او الرصاص الحي هذا ممنوع، والمظاهرات الطوها بين شنو؟ المظاهرات حق وقانون شرع، هذا يعني ترص الظاهر على حقك. نعم. يروح الظاهر على حقه ينكتل او ينضرب دخانية. زين، زين، واحنا مستمرين كربلاء والنجف والجنوب والوسط والشمال، كل احنا مستمرين بالتظاهرات، مو بس اليوم، راح نروح الجمعه وجوز الجمعه الجايه احنا اتفقنا راح نروح نصلي هناك بساحه التحرير. زين، نسوي صلاه موحده ونصلي، لو مو يسدون الجسور، لو مو يضربون رصاص حي، لو مو يقتلون رحمه الله على روحه خاب الوزن، راح يجون 5 مرتان. زين، سجال العراق راح يجون بعد وراه، وكل احنا مستمرين لحد ما ننهيهم ونقول لهم طلعوا ما نريدكم، لان انتم ما عندكم غيره على بلدكم، احنا عندنا غيره على العراق، ولدنا بيه نموت بيه. انا اشكرك محمد من كربلاء. كان معنا حميد من تكريت.
انقطع مع حميد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. الأخبار بس تسأل إياهم. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال حميد من تكريت يعاود الاتصال، تفضل حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويعافيك. انا من ناحيه يعني من يثرب يعني. نعم حياك الله، يا اهلا بك تفضل. يعني احنا صار لنا من 2014 تقريبا 8-12 من تهجرنا، يعني منك من طلعنا من مناطقنا. نعم. يعني لحد الان يعني صار 7 سنين كل ما نقول لهم يعني مثل احنا ماكو مناطق، يعني اكو عشائر، يعني اكو مناطق مفتوحه واكو مناطق ما مفتوحه. احنا كل ما صرنا 7 سنين يجي محافظ صلاح الدين ويجي محافظ ما عارف انه بايش، كل ما نقول له يعني يقول اليوم مباشر اليوم مباشر، صار 7 سنين. ويعني وصار 7 سنين نريد يعني احنا رجع، يعني اطفالنا من طلعت منك عمري 10 سنين هسه ما شاء الله الزمن وما ينعرف، يعني صار له 7 سنين ويعني ماكو اي حل. نعم امان ماكو على مود هاي، يعني احنا مناطقنا صار لها 7 سنين يعني محرره، يعني لا داعش بيها وكل شيء ما بيها، فقط بس حاجه المنطقه والهاي، وماكو يعني صار 7 سنين ماكو اي جواب، يعني لما ترجع على المناطق وهاي. نعم الله، واحنا نطالب من عندكم يعني صوتنا توصلونا البرنامج على اي شيء، يعني بس فتوح منطقتنا لمود واحد يرجع. احنا صارنا يعني 7 سنين بس ليمانية وما تعرف يعني يعني وضعك يعني خلقله، يعني لا يعني مثبت ولا انك راجع يعني منطقتك يعني مستغير وهاي. نعم ان شاء الله ترجعون سالمين غانمين يا رب. حميد كان معنا. طبعا قطع محتجون جسر النصر وسط مدينة الناصرية احتجاجا على ما تعرض له المتظاهرون في العاصمة بغداد من تفريق على يد القوات الأمنية، وأكد المتظاهرون بأنهم قطعوا الجسر بالإطارات المحترقة في تصعيد احتجاج رافض لما يتعرض له المتظاهرون من قمع على يد القوات الحكومية، وجدد المتظاهرون مطالبهم بالكشف عن قتلة المتظاهرين وملاحقتهم قضايا. طبعا كذلك يعني تم تداول بعض الصور على والمقاطع على منصات التواصل الاجتماعي لحظة دخول متظاهري من محافظة الأنبار إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد. في محافظة ذي قار انطلقت تظاهرة وسط ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية احتجاجا على عدم الإيفاء أو إيفاء الحكومة بوعودها، وجدد المتظاهرون مطالب انتفاضة تشرين بإجراء انتخابات نيابية نزيهة ومحاسبة
قتلة المتظاهرين وتحسين الواقع المعيشي في البلاد، كما عبر المتظاهرون عن استيائهم من مماطلة الحكومة وعدم إيفائها بأي من وعودها السابقة، محذرين في الوقت نفسه من توسع الاحتجاجات في حال استمرار تجاهل تلك المطالب. في البصرة احتشد المئات من المتظاهرين أمام مبنى محافظة البصرة وطالبوا بإقالة محافظ البصرة ورحيل حكومة الكاظمي التي لم تنفذ وعودها للمتظاهرين. وقال عدد من المتظاهرين بأن تظاهراتهم ستستمر حتى تحقيق المطالب، إضافة إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين والصحفيين في المحافظة. وأوضح المتظاهرون بأن المطالب الأخرى تكمن بتغيير النظام الطائفي في العراق الذي فشل منذ عام 2003 برسم خارطة بناء حقيقية في ظل تفشي الفساد المالي والإداري. هذا وانطلقت التظاهرات من وسط البصرة وجاب الشوارع المحافظة حتى الوصول إلى مبنى المحافظة. في ميسان انطلقت تظاهرات حاشدة مساء اليوم الثلاثاء في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وخرجت أعداد غفيرة من أهالي ميسان في تظاهرات وسط العمارة للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، بالتزامن مع تظاهرات أخرى شهدتها عدد من محافظات العراق إلى جانب التظاهرات المركزية في العاصمة بغداد. رسالة على الواتساب خلونا نقراها قبل ما نستكمل بعض الأخبار والمعلومات من المحافظات العراقية. حسام يقول الله يرحم شهدائنا، يقول أذكر الكاظمي وكل ميليشياوي قتل أي متظاهر سلمي، حسابكم بالدنيا والآخرة، دماء الشهداء حارة وتصيح يا عراقيين القصاص القصاص من المجرمين، لا تتركوا المجرمين، اقلبوها على رأسهم وخلوهم يشردون كما يقول خارج البلاد. نعم، أرجو كتابة الرسائل يعني مو بخط واضح ولكن بإملاء واضح، يعني هناك بعض الرسائل صراحة تأتي لا نستطيع قراءته. خلونا نقرأ بعض التغريدات على منصة تويتر تحت وسم التحرير تقمع الذي تصدر الترند في العراق إلى جانب هاشتاغات أخرى مثل 25 آيار. جوشو يقول طبيعي العراق اللي بيها كل مقومات النهضة من موارد طبيعية وموارد بشرية، وكانت حلم أي إنسان أنه يزورها أو يتعلم فيها. شعبها اليوم يثور ضد مجموعة من التابعين والفسدة اللي جعلوا العراق تفترق لأبسط مقومات الحياة أو تفتقر لأبسط مقومات الحياة الأساسية من دون غذاء أو دواء أو صحة أو تعليم. يقول ربنا يحفظ العراق وأهل. ترند الثورة يقول ميليشيات والشغب يستعملون الرصاص الحي ضد المتظاهرين في الخلاني. أيمن يقول الكاظمي الكيوت بدأ يطلع عادل عبد المهدي كما يقول اللي بداخله. ترند الثورة كذلك يقول قمع المتظاهرين بالرصاص الحي، كما أشرنا أنه وردت الأنباء بارتفاع عدد الشهداء إلى 3. نسأل الله أن يرحمهم وأن يعوضهم الجنة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. يقول تغريدة أخرى يقول فيها ياسر شنو تتخيلون كان، أو يقول سيوفي يقول لكم أن أني أختل بعمارة مع الأسف طيحوا حظنا كما يقول. إعلام ثورة 25 آيار يقول وين الإنسانية وين قدسية الدم يتساءل. يقول دكتور حسين قوات الشغب ترمي دخانيات وطابوق وقنابل صوتية وطارد قزاز على المتظاهرين، وهناك عدة إصابات بين الثوار. أحد الحسابات قبل ساعتين يقول 4 شهداء، ويقول كما يقول هو على الحساب مالته حسب ما يقول، وخطفوا بنت وولد. نعم، أحمد يقول من الثمين ينزلون في التحرير حاليا ويحاصرون الساحة من كل الجهات حتى تعرفون من اللي جاي يقمع، انشروا، يقول راح تصير مجزرة. نعم، الإعلام صامت كما يقول حساب أحمد الأبيض، يقول الإعلام صامت عما يحدث في ساحة التحرير وقمع الثوار. نعم، ثوار الناصرية يقول الأحرار. ساندي تقول ثوار الناصرية الأحرار يقطعون جسر النصر احتجاجا على قمع الثوار الأحرار
في العاصمة بغداد. معنا اتصال أبو ذياب من الفلوجة، تفضل أبو ذياب. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. أستاذ الرحمة والخلود للشهدانة الأبرار والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله. آمين يا رب. أستاذي إذا سمحت لي بسري دبدب الحكومة، يا كاظم يا مجرم من عيب في العيب عليك، والله تبقى مجرم لأن أنت جيت على ظهر الدبابة الأمريكية. يا مجرم يا سفاح، حالك حال عبد المهدي وحالك حال المالكي وحالك حال القبلهم اللي جيتوا على ظهر الدبابة الأمريكية، اللي هاي السياسة الكشرة جابت لنا إياها أمريكا، ولكم تقتلون شاب عمر 19 سنة وحسبي الله ونعم الوكيل عليكم. أستاذ أنا مت أروح أشارك اليوم بس أبويا ما خلاني أروح، بس إن شاء الله يجي يوم غير وأروح أشارك، وإن شاء الله حتى لا أروح فدوا الوطن. يا أستاذي وين العشر قالت إذا صار شيء للشراء نطلع؟ وينهم؟ مو يعني وين الشيخ هذا اللي يلبس عقال ومشورب؟ مو ثورة العشرين هي مثال للشيوخ العشائر من الجنوب، العقال باللون الأسود إلى معنى. بس أقول حسبي الله ونعم الوكيل، ودم العراق أمير وحجر، وإن شاء الله راح يصير شيء بالشهر العاشر يا أستاذي، والله يثور الشعب كله، وإن شاء الله تسقط هاي الحكومة. وقول آمين يا أستاذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتظاهرون المحتشدون في ساحة النسور في بغداد كذلك يعني نددوا باستمرار عمليات الاغتيال ضد المتظاهرين والناشطين العراقيين، وردد المتظاهرون هتافات تندد بما وصفوه بجماعات الكاتم وأتباع الجيران في إشارة إلى الميليشيات الولائية لإيران، وطالبوا بالكشف عن المتورطين باغتيال الناشط إيهاب الوزني وباقي المتظاهرين والناشطين. خلونا نروح على وسم العراق ينتفض. عمر يقول، عمر الجناب يقول: إلى الإعلام العربي أنتم عار على المهنة كما يقول، والعراق أكبر من صفقاتكم التافهة مع سلطة قاتلة مجرمة. طبعا احنا مثل ما شفنا اليوم انه أغلب القنوات المحلية وكذلك العربية لا تغطي التظاهرات في العراق، وهذا ما أشار إليه المغردون العراقيون، ويعني كان عتب كبير على القنوات المحلية وكذلك القنوات العربية. خلونا نستمر بهذا الهاشتاج ونختار لكم بعض التغريدات. نعم، شاهو يقول: أين كانت هذه القوات الأمنية عندما خرجت الميليشيات وهددت بقطع أذني رئيس الوزراء الكاظمي؟ القوات الأمنية البطلة تواجه المدنيين بالرصاص وتهرب عند رؤية الميليشيات. أبو علي من لندن، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ نعم. تفضل أبو علي. نعم. تفضل عيني. أحب أشارك. نعم، انت على الهواء مباشرة. احنا بدنا نتحدث عن التظاهرات اليوم اللي صارت 25 ايار في بغداد والمحافظات العراقية. نعم تفضل. طبعا 3 شهداء لغاية الان و20 جريح بحق المتظاهرين. نعم. الله يرحم شهداء العراق، شهداء احرار العراق، شهداء الثورة، والله يشفي جرحانا ان شاء الله. انا اوصي احرار العراق، ثوار العراق، أن يدخلوا إلى منطقة الخضراء وأن يتركوا كلمة السلمية. هؤلاء عصابات، هؤلاء مجرمين، هؤلاء محتلين، هؤلاء عملاء خونة، مجرمين قتلة تابعين إلى خامنئي الإرهابي. يا أخي، يا ثوار العراق، يا أحرار العراق، أرجوكم اتركوا كلمة السلمية. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: القاتل يقتل، وإن قاتلوكم فقاتلوهم، وإن حاربوكم فحاربوهم، السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم. الآن هم عصابات الخضراء جاي يقتلون أحرار العراق، ثوار العراق، هم ثوار العراق، أحرار العراق، ناس سلميين، ناس ما عندهم لا سلاح ولا عين. نعم أبو علي، ولكن ولكن التظاهرات والمتظاهرون مستمرون على سلميتهم. يعني صح، هو أكو آلة قمع من قبل القوات الحكومية، ولكن لا يعني ذلك بأنه يعني يرفع السلاح، راح أصير مجازر، راح أصير مذابح. أخي
أخي نعم. هذا الخرس اللاثور الإيراني الإرهابي الآن جاي يقتل الشعب العراقي. الثوار جاي يقتلون من قبل عصابات خامنائي، من قبل عصابات خميني. العراق محتلة يا أخي، ليش ما نعترف على العراق محتلة من قبل إيران؟ كفانا سكوت، نعم. كفانا دبلوماسية، كفانا سياسية. كلمة السياسية وكلمة الدبلوماسية يا أخي اتركوها. العراق مباح، العراق انقتل، اتدمر العراق 18 سنة يقتلون بنا هؤلاء الميليشيات، هؤلاء العصابات. ليش وقت نسكت يا أخي؟ كافي يا أخي، كل واحد نعم أبو علي. عنده كرامة على وطنه، عنده كرامة على دينه، على شعبه. على أبو علي من لندن كان معنا رسالة على واتساب يقول: السلام عليكم. الكاظمي ينفذ عكس ما يقول وهو معهم ويروج عكس ما يفعلون. طبعا التغطية مستمرة في قناة الرافدين 24 ساعة على 24 ساعة. اليوم راح نبقى معكم لتغطية الأحداث على الساحة في العراق. أما برنامج صوتكم فوصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.